السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا على هدى الحبيب. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة. وحشتوني من الاثنين اللي فات للنهاردة. لما ربنا فرض الزكاة وجعلها ركن من أركان الإسلام، ده علشان ديننا دين التعاون والسلام، ضد الكراهية والغل والنفاق والحقد ونوع من أنواع إن إحنا ما نتمناش الخير لغيرنا. ديننا دايما بيسعى لنشر المحبة والألفة والمودة والتعاون بين البشر بعضها وبعض، علشان كده جعل الزكاة فرض وجعلها ركن من أركان الإسلام، وبالتحديد ثالث أركان الإسلام. طيب ليه؟ لأن هي زي النور والفرحة والسرور اللي بيدخل على كل قلوب الفقراء، وبركة تبارك في أموال الأغنياء. علشان كده قررنا ان تكون حلقتنا النهارده عن الزكاه وفضلها واحكامها والفرق بين زكاه الفطر وزكاه المال. خلونا نرحب بفضيله الشيخ ايمن سامي، عالم من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. اهلا وسهلا والله. اهلا بحضرتك يعني نورتنا النهارده يا فندم. حضرتك يعني عايزين نبدا في البدايه كده خالص ان احنا نعرف معنى الزكاه وفضلها، ويعني اتكلمنا عنها باستفاضه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرف لي أن أنا ضيف عندكم النهاردة على حضرتك في برنامجك وعلى قناة الصحة والجمال. شرف لينا احنا يا فندم. والسادة المشاهدين في الشهر الكريم، مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، وربنا يتقبل منا جميعا الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله تبارك وتعالى وشرعها لعباده ليكون التواصل بين الناس والتكافل الاجتماعي، فلا يعيش الغني منعزلا عن الفقير، ولا يعيش الفقير لا يجد من يرعاه ومن يتكفل به. فمن نعم هذا الدين العظيم التي نحمد الله عليها أن شرع هذا التكافل الاجتماعي بين الناس بعضهم مع بعض، بل إن الإسلام العظيم امتد بيد الخير والإحسان لسائر البشر، بل لعموم المخلوقين جميعا. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائض الدين، وهناك أيضا الصدقة وهي التطوع. هذا التطوع لا يشمل المسلمين فقط، بل يمكن أن نتصدق على الفقير والمحتاج حتى ولو كان من دين آخر غير دين الإسلام، حتى لو خارج ديانة الإسلام. حتى من خارج ديانة الإسلام يمكن أن نتصدق على أما الزكاة فهي خاصة بالمسلمين، لأنها عبادة من العبادات. الزكاة عبادة من العبادات، عبارة عن تكافل اجتماعي بين المسلمين مع بعضهم مع بعض. لكن الصدقة، أما الصدقة فممتدة إلى غير المسلمين أيا كانت ديانتهم، حتى لو كان إنسان لا يعترف بالله سبحانه وتعالى الله، لكنه فقير ويحتاج، لو المسلم يراه محتاج ولا يعطيه، الله سبحانه وتعالى يعني يحاسب هذا المسلم، لماذا لم تعطيه وأنت قادر، وانت قادر على الاعطاء. هنا بعض الناس تقول لك لا، ده المسلم اولى، اللي من ديني اولى ان انا اتصدق. ما هو لهذا شرع الله الزكاه، الزكاه واجبه، اما الصدقه فتطوع. طيب، وايضا الاحسان لم يصل الى هذا فقط، يعني احسان المسلم امتد الى كل روح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبه اجر، يعني لو احسنت الى شيء من المخلوقات، كما نرى بعض الناس الآن جمعيات الرفق بالحيوان، هؤلاء يؤجرون عند الله تبارك وتعالى جزاء ما يقدمون للكائنات الحية، وأيضا حتى في زراعة الأشجار والثمار اللي هي يعني أقل حتى من الحيوانات في الحركة والحياة. هذا هو الإسلام العظيم. الزكاة ركن من أركان الإسلام، لحديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
وطبعا في رواية أخرى في الصحيحين الحج مقدم على الصيام، وكلا الروايتين صحيح عشان لا يكثر الجدل في هذا الأمر يعني. إذن الزكاة ركن من أركان الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا؟ لأنك لا تجد في القرآن الصلاة مذكورة إلا الزكاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. عندما يذكر الله تبارك وتعالى الأعمال الصالحة يبدأ بالصلاة ثم الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة. لهذا قال الصديق رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على الصدقة والزكاة من أموالهم، الزكاة المفروضة والصدقة التي هي تطوع، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أتى عليه قوم من الناس مجتابوا النمار، يعني لابسين جلود النمور بسبب الفقر والحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر لحالهم وخطب على المنبر فقال: تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره. حتى لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صنف من الأصناف إلا ذكره، يعني لو عندك كثير تصدق منه، لو عندك قليل تصدق منه، كل إنسان على قدره. فقام رجل بصرة من ذهب، من ذهب كادت يداه أن تعجز بل عجزتها. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل تصدق بالذهب فتوافد الصحابة يتصدقون. إذن هذا الرجل كان بوابة خير. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية. وأنا أذكر في حلقة سابقة هنا سئلت هل الأفضل صدقة السر أو صدقة في العلانية أو في السر، فكلاهما ممدوح، لكن الأصل أن الإنسان يسر بصدقته خوفا من الرياء وحفاظا على عمله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني في الوقت ده يا فضيلة الشيخ لما بيجوا يتصدقوا أو يعملوا أي عمل خيري لازم نصور، لازم نجيب التليفون كده ونصور الشخص المحتاج وهو بياخد الصدقة، أو هو تقول إيه بقى للظاهرة اللي منتشرة اللي بتضايقني أنا شخصيا بصراحة. هنا مسألتين: مسألة إبراز حاجة الفقير هذا لا يجوز. لا. وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر نبه على هذا وقال إنه يحرم إظهار الفقراء في وضع المذلة والمسكنة، وإظهار حاجة الفقراء هذا ممنوع عندنا في الإسلام. لا يجوز للإنسان أن يحرج الفقير ولا أن يذله، بل هذا للأسف قد يؤدي إلى بطلان العمل، يعني إلى بطلان العمل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا في سورة البقرة. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فإذا كنت ستتصدق على الفقير فلا تؤذيه، لا تجرح مشاعره. طيب هذه الأولى. فضيلة الشيخ عذرا، أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك يا أستاذ السمع. الله يخليك. تحياتي لفضيلة الشيخ الجليل. أهلا وسهلا. هو سؤالي كان لي سؤالين، فضيلة الشيخ جاوب على سؤال منهم هو الصدقة التي يتبعها أذى. أما السؤال الآخر هو يتعلق بإخراج الزكاة. زكاة المال في ناس كتير ربنا ميسر لها أمورها، وبيبقى إخراج زكاة المال عن مالهم بيبقى مبلغ كبير. هل الأفضل يا فضيلة الشيخ إن المبلغ الكبير اللي خارج من زكاة المال عند الأغنياء الأفضل إن هو يروح في اتجاه واحد يغني اثنين فقراء أو ثلاث فقراء يعملوا بهم مشروع ينتفع به العالم وينتفع به الفقراء، ويكون عليهم إخراج زكاة فيما في العام القادم، أفضل أن يجزأ مال الزكاة إلى أجزاء صغيرة لأشخاص متعددين أكبر قدر ممكن من الفقراء،
واكون شاكر لفضل حضرتك. يعني بيخرج زكاة ماله مره واحده كمشروع، ويا اما عنده مبلغ كبير مثلا، نعم عنده مبلغ كبير مثلا من اخراج الزكاه، هل الافضل ان هو يجزاه اجزاء صغيره يقسمهم على فقراء المسلمين، ام انه يوجهه في اتجاه لاثنين او ثلاث فقراء حتى ولو اجتمعوا في مشروع يدر عليهم دخلا فيكون عليهم اخراج الزكاه في المال الخاص. شكرا لحضرتك استاذ احمد، وصل شاكر جدا يا فندم. شكرا لحضرتك شاكر. وصل سؤالك، ربنا يكرمك. هو بيسال عن الافضل ان هو يجمع الزكاه دي ويخرجها لمجموعه، لكذا مجموعه يجزئها يعني، ولا كمشروع يعني. طيب اولا ماذا نعطي للفقير من زكاه المال؟ ماذا نعطيه؟ الزكاه في الاسلام تجب في العام مره واحده، في السنه مره، كل سنه. لهذا قال الفقهاء ان الفقير يعطى ما يكفيه لعام كامل، ما يكفيه لعام كامل. نعم. الفقير هذا ماذا يحتاج خلال سنة؟ بالمناسبة احنا كنا طبعا سنتكلم في ثنايا الحلقة عن زكاة المال، متى تجب وكيفية. طيب نعم. إذا كان الإنسان عنده مال كبير ويريد أن يدفعه لواحد من الأغنياء أو لواحد من الفقراء أو اثنين من الفقراء، يدر المشروع لهم دخل للمستقبل فيعتبر أغناهم، ويوجد فقراء آخرين لهم حاجة أقل حاجة يعني، ففي مثل هذا يراعى المصلحة، يراعى المصلحة. يعني ماذا؟ من غير المعقول أني أغني شخص على حساب إفقار الآخرين. طيب إذن في الحالة هذه أعطي الآخرين. طيب لا، الآخرين لهم من يعطيهم، لكن أنا سأعطي شخص وأغنيه، أعطيه ما يكفي لحاجته لمدة سنة كاملة. ففي هذه الحالة يجوز. إذن نراعي المصلحة، إذا كانت المصلحة أني أعطي شخص أو شخصين ما يكفيهم لمدة عام فالحمد لله، والآخرين يوجد من يعطيه. لا يوجد، وهؤلاء يحتاجون في حاجة عامة، فعندئذ أضطر لتقسيم المال على الجميع، والله تعالى أعلم. معنا مداخلة تليفون تاني، أمة الله. السلام عليكم. اهلا بك يا استاذ. بعد اذنك عايزه اسال سؤالين للشيخ بعد اذنك، ممكن؟ اتفضلي يا حبيبتي سامعيني. بقول لحضرتك السؤال الاولاني، لو في مثلا ست كبيره الدكتور قال لها ما تصومش وهتطلع زكاه فطر وكده، يعني هتطلع فلوس عن الايام بتاعتها اللي فطرتها في رمضان، فهي ممكن تطلعها هي وزكاه الفطر، عندها ابن متوفي وليه اولاد، ممكن تطلعها لاولاده؟ مين اللي بينفق على اولاده؟ لا، هي ابنها متوفي. مين اللي بينفق عليهم الاطفال هؤلاء؟ من المتكفل بالنفقه عليهم؟ لا هي انا ما عنديش فكره، بس هي كانوا سالوا السؤال ده فانا قلت اما اساله. هي ما عندهاش فكره. حاضر تمام. هي بتقول ان هي مسموح لها تفطر في رمضان، وهي بتسال هل تخرج زكاه المال لاولاد ابنها المتوفي؟ هو طبعا المفروض ان الاسر في الاول يكون بينها تكافل، لا نحتاج الى ان نعطي الابن من الزكاه، اولاد الابن هؤلاء اولادنا، لكن شرعا يجوز طالما هي غير مسؤوله عن النفقه عليهم. يعني هو يعني لو شرعا يجوز، يعني لو ليهم اصلا دخل تاني غيرها ده يجوز ليها، هي غير مسؤوله عن النفقه عليهم. يعني مثلا نفترض ان جدهم هو اللي بينفق، وديت جدتهم، فجدتهم تعطيهم، لا حرج، يجوز. يعني من باب الجواز جائز، لكن الافضل الا نضطر ابنائنا لانهم محتاجين لهذه الدرجه. يعني ينبغي ان يكون بيننا تكافل قبل الزكاه. نعم. والله تعالى اعلم، او قبل الكفاره التي عليها. معنا اتصال تاني ناجح. السلام عليكم. معنا اتصال تاني. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. حضرتك بس وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون يا فندم. شكرا يا ناجح. طيب نستكمل الحديث عن الزكاة فضيلة الشيخ. طيب اذا احنا قلنا فيه بالنسبة للناس اللي بتصور حاجتين، الحاجة الاولى ان ما ينفعش اذل الفقير ولا احرجه، ده محرم شرعا. الشيء الاخر اللي هو لا، إذا تحدث الناس إن فلان مثلا أنفق 100,000 جنيه، فهذا يشجع الناس، فإذا كان مثل هذا يشجع الناس للإنفاق فلا حرج. مثال، نفترض
الدولة الآن في ظروف كورونا قالت إن في صندوق مثلا تحيا مصر، صندوق للدولة نجمع فيه من الناس عشان نمر الأزمة اللي إحنا فيها. فخرج أحد رجال الأعمال مثلا وقال أنا أتبرع ب2 مليون مثلا. فهذا مستحب، لماذا؟ لأنه يشجع الآخرين على الإنفاق. فإذا كان الإنفاق علانية يشجع الآخرين فهذا لا حرج فيه. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلا مانع من الإنفاق علانية إذا كان هناك مصلحة. أما الأصل فالأصل أن الإنسان يخفي صدقته ويخشى على نفسه من الرياء. متى تجب زكاة المال؟ طيب الزكاة إحنا قلنا إن هي واجبة بالكتاب والسنة وبإجماع العلماء، ركن من أركان الدين. الزكاة لا تختص بالمال وحده، بل هي أنواع، منها زكاة المال، منها زكاة طبعا الذهب والفضة والمال شق منه، ومنها أيضا عروض التجارة، يعني إنسان يتاجر في عقارات أو غيره، يعني من أنواع التجارة، عروض التجارة. وهناك زكاة الزروع والثمار، وفي مسألة مختلف فيها اللي هي ذهب المرأة، ممكن يأتي في ثنايا الحلقة. فنبدأ بزكاة المال. زكاة المال تكون واجبة إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. إذن عندنا شرطين لوجوب الزكاة في المال: أن يبلغ النصاب. ما معنى النصاب؟ المقدار الذي حدده الشرع لمن ملكه أصبح غنيا وعليه أن يؤدي الزكاة. وهو مقدار 85 جرام من الذهب. 85 جرام من الذهب. نضرب في سعر جرام الذهب اليوم، لأن الجرام بيختلف. فهنفترض فرضا أن سعر الجرام مثلا 745 جنيه، كما كان يعني في الأيام القريبة الماضية. يعني 745 جنيه هنضربهم في 85 جرام، فهيطلع 63 جنيه وكسور. إذن فضيلة الشيخ، معنا الدكتورة إيمان، معنا اتصال مع حضرتك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة سامعين حضرتك. معلش عندي سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضلي. كنت هجيب من أحد التجار يعني 3 أجهزة كهربائية. 3 أجهزة كهربائية. كهربائية. أنا كبيرة إخواتي، معايا 3 أخوات بنات أصغر مني، والدي والدتي متوفين، فهجيب 3 أجهزة كهربائية لأختي عشان فرحها خلاص على العيد. ففي الوقت الحالي سألت عن الأجهزة الكهربائية بره، وطلع مش هدفع مقدمة. فسألت عن الأجهزة الكهربائية بره، لقيت تمنها يعني 11,000 جنيه، والراجل هيدهم لي ب28,000 جنيه. فهل هي دي فيها شبهة ربا؟ فيها ايه؟ فيها شبهة ربا؟ ربا؟ ربا. طب وهي الأجهزة دي عنده؟ يعني هو عنده هيبيع لك بالتقسيط؟ هيبيع لحضرتك بالتقسيط؟ يعني الأجهزة موجودة عنده، بس يداني بمبلغ. شكرا لاتصالك يا أمين. شكرا لك. طيب البيع بالتقسيط جائز ولا حرج فيه عند يعني جمع كبير من أهل العلم، أو لنقل عند جمهور الفقهاء، يعني أن البيع بالتقسيط جائز. طيب السلعة تمنها مثلا 10,000 أو 11,000 زي ما حضرتك قلتي، والبائع هيبيعها بالتقسيط، يعني هيأخذ شيئا فشيئا، فطبعا بيغلي السعر، لأنه المدة دي هتأثر معاه في المال دوت، فمن حقه أن يرفع. لكن أنا شايف أن كده في يعني زيادة فاحشة. أيوة. فإحنا بندعو التجار للرفق بالناس، يعني الإنسان من حقك تربح، لكن لا تبالغ في الربح، لا يعني تكن يعني غليظا على الناس، بل كن رفيقا بهم. والإنسان السمح إذا باع وإذا اشترى، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتاجر السمح إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فباختصار يجوز البيع بالتقسيط، لكن نحث التجار على ألا يغال. وطبعا شرط البيع بالتقسيط إن البائع يكون مالك السلعة،
يعني السلعة يعني مملوكة ملكم. عنده ويبيعها كيف شاء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. يعني الإنسان ليس عنده سلعة، أنا يعني ليس عندي سلعة وحضرتك تحتاج تشتري سلعة، فأنا أستغل حاجتك وأقول لك أنا هبيع السلعة اللي عند فلان هي عنده بعشرة، أنا هبيعها باتناشر على أساس اتنين ليا مكسب وعشرة لا لا يصح إلا إذا أنا اشتريتها. طب بعض الناس يسأل ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق إن أنا إذا اشتريتها دخلت في ضماني، في ضماني يعني لو خسرت أتحمل الخسارة، وهذه هي التجارة، وأحل الله البيع وحرم الربا. طول ما الإنسان بيتاجر يعني بيضمن، بيجيب سلعة ويبيعها فيضمن، إذا خسرت يخسر وإذا ربحت يربح، التجارة مكسب وخسارة. أما الربا فليس فيه خسارة، كل ربح لهذا حرمه الله، لأن فيه استغلال لحاجة الفقير. أما التجارة اللي هي تربح وتخسر لا لا حرج فيه. نكمل كلامنا عن متى تجب الزكاة. طيب أما متى تجب الزكاة، فقلنا الشرط الأول تجب بشرطين. الشرط الأول أن يملك الإنسان نصابا، والنصاب من الذهب يقدر بمقدار 85 جرام من الذهب، وأما من الفضة فيقدر ب 595 جرام من الفضة. لكن جرام من الفضة، لكن طبعا بما أن الفضة قيمتها نزلت في العصر الحديث، قيمتها نزلت جدا عن الذهب، وأيضا العملة الأصل في العملة الورقية التي معنا أن يكون لها غطاء من الذهب، هذا الأصل فيها أن يكون العملة لها غطاء من الذهب. لهذا في المال، وهذا الذي عليه دار الإفتاء المصرية، أنها تقوم في المال بنصاب الذهب، لأن بعض الناس يقول طيب الفقهاء قالوا يقوم بالذهب أو الفضة والفضة قيمتها أقل. نعم، ولكن نزلت قيمتها في العصر الحديث، وأيضا لأن العملة الورقية لها غطاء ذهبي. طيب قيمة الجرام الذهب لو فرضنا الآن فرضا يعني أنه ب 745 جنيه، ضربناه في 85 جرام طلع معانا قرابة 63 ألف وكسور. إذن من عنده الآن على هذا النصاب من عنده 60 ألف جنيه ليس عليه زكاة، 50 ألف جنيه ليس عليه زكاة، واحد مدخر 50 ألف ولكن هي دون النصاب فعندئذ لا يجب عليه الزكاة. طيب واحد عنده 100 ألف تجب عليه الزكاة. إذن متى تجب؟ الشرط الأول أن يملك نصابا ويكون هذا الملك مستقر عنده، بعكس من ملك نصابا وواحد مستلفه ومش عارفين يرجعوا امتى، ما يرجعوش، فلما يرجعوا وقتها نتكلم في وجوب الزكاة. طيب ملك نصابا، الشرط الثاني أن يحول عليه الحول، وهذا من رحمة الإسلام أنه لم يوجب الزكاة مباشرة بمجرد ملك النصاب، بل ينبغي أن يحول الحول، يعني يمر عام هجري كامل على النصاب. بحسبها إزاي؟ نعم بحسبها إزاي؟ كيفية حساب الزكاة، احنا اتفقنا الآن في شرطين، ملك النصاب وحولان الحول، ملكنا النصاب وحال الحول، كيف أخرج الزكاة؟ زكاة الذهب والفضة أو اللي هي المال ربع العشر اللي هو 2.5%. نعم. يعني بكل سهولة نقسم على 40، أي مبلغ عندي أقسمه على رقم 40. ما معنى 40؟ يعني ربع العشر، ربع العشر يعني 40. طيب عندي 100 ألف جنيه عايز أحسب زكاتهم أعمل إيه؟ 100 ألف جنيه علامة القسمة رقم 40، علامة القسمة رقم 40، قسمت على 40 هيطلع علي 2500. إذن 100 ألف، الله أعطاني 100 ألف وطلب 2.5% فقط للفقير، 2500 و97500 لي. أيضا مهم جدا أن أقول، لأن بعض الناس يقول طب ربنا هياخد مني 2.5% ويعطي للفقير وأنا كده فلوسي هتنقص. لا، الإسلام حث الإنسان اللي عنده مال إن هو يتجر في ماله عشان لا تأكله الصدقة. فنفترض إن أنا أخذت المال ولا أحسن التجارة فوضعته في بنك يعطيني أرباح إسلامية أو فوائد شرعية، الأرباح من التجارة حلال، الاستثمار الأرباح من التجارة، من التجارة نعم. حلال نعم. فوضعته في بنك. عذرا فضيلة الشيخ، معنا اتصال. فايزة
استاذه فايزه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعتي كنت بسال على زكاه الفطر، في شيوخ كتير قالوا ان هي لازم تبقى حبوب مش مال، وقالوا لنا ان احنا لو طلعناها مال يبقى برضه واجب علينا ان احنا لازم نطلعها بعد كده حبوب. فكنا عايزه ارجو الافاده في كده بقى. ماشي، شكرا يا فايزه. ماشي شكرا. معانا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ طمر؟ ليا سؤالين بس عند فضيله الشيخ. اتفضل يا فندم. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. طيب وحضرتك؟ طيب، اهلا وسهلا. انا ليا بس سؤالين عند سيادتك. اتشرف باسم حضرتك. بتتحايل على الربا. في ناس ايه يا فندم؟ بتتحايل على الربا. يروح يجيب السلعه، ثلاجه غساله بوتاجاز، بياخدهم بسعر الدبل بتاعهم. مثلا لو الحاجه كانت ب 1000 ياخدها ممكن ب 3 4 عشان يفك الزنقه ويبيعها لنفس التاجر بابخس من ثمنها. هل ده حرام ولا حلال؟ الناس بتتاجر بابخس من ثمنها. السؤال الثاني يا فندم، الزكاه ممكن تجوز على الاخ او البنت ممكن تكون متزوجه بنته مثلا او الاخ؟ شكرا لحضرتك. السؤال الثاني استاذ مصطفى، هو تقريبا سأل عن الزكاة، هو بيقول ان الزكاة للأخ وهل للأخت وهل حاجة تانية، بس حضرتك قفلت. تمام، ماشي. أول سؤال، بتتحايل على الربا؟ طيب، نجاوب الأستاذة فايزة الأول. نعم. عن زكاة الفطر ولا نأجله وقت زكاة الفطر اللي هو سألت حبوب ولا مال؟ هو ده أصلا إجابته هتيجي يعني في الحلقة إن شاء الله. طيب. بالنسبة للتحايل على الربا، إحنا قلنا شرط إن الإنسان يملك السلعة. إذا أنت اشتريت السلعة وملكتها ثم بعتها بعد ذلك فهذا حلال شرعا. طيب، بعض الناس بيفعل هذا عشان يجيب مال، يجيب سيولة، وهو قال بأبخس من ثمنها. يعني إيه؟ يعني في سلعة قيمتها مثلا 1000 جنيه، فيروح يشتريها ويقوم بيعها لنفس اللي باعها له، يبيعها له مثلا ب 800 جنيه أو 700 عشان ياخد المبلغ دوت كاش، بينما المبلغ الألف جنيه الأول هيدفعه بالتقسيط. فهذا اسمه في الفقه الإسلامي اسمه التورق. من التورق يعني من الورق، يعني إنسان ما عندوش سيولة، محتاج سيولة، محتاج مال، فبيشتري سلعة بالتقسيط ويقوم بيعها مرة أخرى لأي شخص كان بأقل من السعر اللي اشتراها به، فيصبح مدينا بالمال اللي اشترى به، يصبح مدين بالمال اللي اشترى به في الأول. هو ما عندوش، ليس عنده مال. أنا ليس عندي مال وأريد المال، فماذا أفعل؟ هذه يعني مجرد فكرة أو حل. وبالمناسبة يعني أنا كنت سأقول أن العلماء أجازوا هذا للضرورة. للضرورة. نعم. اللي عنده ضرورة ويتعامل بما يرضي الله، أشتري سلعة بالتقسيط، بتباع مثلا بالتقسيط، سلعة بتباع ب 12000 جنيه مثلا. اشتريتها ب 12000، أصبح علي ديون 12000 جنيه مقسطة. وقمت واخد السلعة نفسها ورايح بيعها مرة تانية، فمش هبيعها ب 12، هبيعها مثلا ب 10 ب 8 مثلا، فأصبح عندي 8000 كاش ومديون ب 12000. لو كنت أنا اتعاملت بالفلوس هكذا، اقترضت مثلا 12000 واقترضت 8000 وأصبح عليا 12، كان ربا. طب لو باعها أزيد؟ لو باعها اخير، ده رزق من الله، مفيش مشكله. يعني هي لو جابها ب 12 وباعها مثلا ب 14، هيبيعها، ممكن يبيعها بقى بتقسيط اخر ب 12، لكن هو عايز كاش، ففي الغالب مش هيلاقي الا اقل من ثمنها. نعم. لانه عايز كاش وهو اشتراها بالتقسيط. فهذا هذه المعامله اسمها التورق في الفقه الاسلامي، وهي جائزه للضروره. نعم. للضروره، يعني الانسان المضطر ممكن يفعل هذا بدل ما يقع في الربا. طيب السؤال، وما الفرق بينها وبين الربا؟ الفرق أن فيه شراء لسلعة وفيه ضمان، المكسب بالضمان. أنت تريد مال فاشتريت السلعة وضمنتها. طيب، وهو بيسأل السؤال، قال أن فيه تحايل على الربا، بيشتريها من الشخص ويبيعها له تاني، بيبيعها له تاني وهي ما زالت عنده، كده لم يضمن، كده أصبح بيع صوري، كده وقعنا في الحرام. لكن أنا اشتريتها منه ونحزتها أنا وملكتها ثم بعتها لي او لغيره، حلال للضروره. نعم، يعني للضروره، يعني مش عمال. نعم. على بطال، يعني بشرط الضمان ان انا امتلكها. طيب، في سؤال جالنا على الصفحه، موظف حكومه الراتب بتاعه ثابت، يعني كل شهر بيقبض مرتب معين، تجب عليه برضه زكاه المال؟ طيب، بالنسبه للموظف،
عنده مرتب بياخده وينفقه على مصروفات حياته لا يدخر منه شيئا، فهذا ليس عليه زكاة واجبة. ليس عليه زكاة واجبة. الله أعطاك وظيفة وبتجد حاجتك الحمد لله، فممكن أن تتصدق تطوعا ليس إجبارا، تطوعا ولك أجر الصدقة عند الله تبارك وتعالى. لكن الزكاة الواجبة لابد أن تملك مالا مدخرا، تدخر مال ويمر على هذا المال حول كامل، والمال ده يكون نصاب. في برضو سؤال جانا على الصفحة تاني، واحدة يعني بتسأل إن هي معاها ذهب بس هي عينة للحاجة مش للزينة، بس ما معهاش المعونة اللي تخليها سنويا تدفع زكاة المال للذهب، إيه الحل بقى؟ بالنسبة لزكاة ذهب المرأة، الذهب اللي بتتزين به المرأة دي حاجة أساسية ليها. قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة عادتها أن هي بتتزين بالذهب، ولو نظرنا لوجدنا أن ملابس الرجل مهما كانت قيمة ليس عليها زكاة، سيارة الإنسان ليس عليها زكاة، مسكن الإنسان ليس عليه زكاة، فكذلك ذهب المرأة عند جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء مين هم جمهور الفقهاء في هذه المسألة؟ المالكية والشافعية والحنابلة، يقولون إن ذهب المرأة اللي هو الأصل فيه إن هو للزينة ليس عليه زكاة. أما السادة الأحناف وهم على العين والرأس ومذهب فقهي أيضا معتبر، والإمام أبو حنيفة فقيه الملة، الإمام أبو حنيفة وقول في مذهب الإمام أحمد قال إن عليه زكاة على حلي المرأة. أما الجمهور يقولون حلي المرأة ليس عليه زكاة. وإحنا قلنا لو نظرنا إلى الأشياء الأساسية والضرورية في حياتنا سنجد أنه ليس علينا فيها زكاة. سيارة الإنسان عنده عربية تمنها 100,000 جنيه بيستخدمها، ليست للتجارة وإنما للاستخدام، ليس فيها زكاة. فكذلك حلي المرأة بالنسبة لجمهور الفقهاء. طيب نفترض إنسان قال والله أنا شفت إن في مذهب آخر اللي هو مذهب الإمام أبو حنيفة يقول إن في زكاة وأنا سأخرج الزكاة، جزاه الله خيرا. يعني إنسان قال أنا أحتاط لنفسي. يعني المذاهب والأراء متعددة، ولينا أن احنا ناخد بالمذهب الأيسر لنا. طبعا الإنسان بالنسبة لاختلاف الفقهاء طبعا لا شك أنه رحمة للأمة الإسلامية، والإنسان إذا كان بنفسه عالم ويستطيع أن يصل إلى القول في المسألة فإنه يأخذ به. طب غير عالم يسأل أهل العلم. عذرا فضيلة الشيخ، معنا مداخلة تلفونية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك بعد إذنك بس عندي سؤالين للشيخ. اتفضلي يا فندم. أول سؤال بس، أنا كنت حامل في توأم في الشهر الثالث، شهر رمضان ده كده الشهر الثالث عليا، فالمفروض إن أنا أطلع لهم زكاة فطر إن شاء الله. السؤال الثاني بس بعد إذنك. تمام. أنا كنت هعمل عملية بعد بكرة، والمفروض إن أنا أصلا صايمة، يعني وأنا حامل وصايمة. فهعمل عملية، فالمفروض اليوم دوت إن أنا أعيده بعد شهر رمضان إن شاء الله. تمام. يعتبر كده انا فطره ولا صايمه؟ يعني يوم العمليه. يوم العمليه. طب انت كنت صايمه فيه؟ هو لسه هتعمل عمليه. صايمه وانا كده كده اصلا صايمه. طب ولماذا لا تفطري والاسلام رخص لك بالفطر؟ انت مريضه ورايحه عمليه، لماذا لا تفطري؟ معاكي رخصه ورايحه تعملي عمليه وتعبانه، ليه ما فطرتيش يعني؟ ما انا لسه ان شاء الله بعد بكره يوم الاربعاء باذن الله. ربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله. لسه يوم الاربعاء. نعم. وحامل في توأم وعايزه اعرف بس اطلع لهم زكاه الفطر، انا في الشهر الثالث كده اطلع لهم زكاه فطر ولا ايه ان شاء الله السنه دي؟ يعني انت تمام ان شاء الله. سؤال لو شكرا. شكرا لك يا حبيبتي. طيب معانا رحمه من اسماعيليه. اهلا بيكي يا حبيبتي رحمه. الو. كل سنة طيبين. أولا وانت بألف خير حبيبي. ألو. أيوة سمعينك. حابة أسأل فضيلة الشيخ، الناس بتبقى محتاجة تاخد قروض من البنوك. قروض البنوك. تمام يا حبيبتي، إيه سؤالك فيها؟ بيبقى القروض دي فيها نسبة حرام ولا هو عادي أخدها؟ تمام. سؤال جميل، سؤال جميل ومنتشر جدا الأيام دي. طيب تمام. نبدا بالسائل الاخ والاخت اللي هم هل يجوز اعطيهم من الزكاه؟ احنا قلنا في الاول
ان المفروض الانسان يكون عنده تكافل مع ارحامه قبل ان يبحث عن الزكاه. لا نحتاج لا نضطر الارحام لمثل هذا، لكن بصفه عامه بما ان الاسئله تكررت فنضع قاعده عامه ان الزكاه لا تعطى للاصول ولا للفروع. مين الاصول؟ اصل الانسان ابوه ثم جده ثم ابو الجد ثم جد الجد وهكذا وان علا. يعني ما لهمش زكاه علي؟ لا دول اصلا لا يجوز ان اعطيهم. لماذا؟ لانه واجب علي انفق عليهم لو احتاجوا. يعني نفقه بس مش زكاه. نفقه واجبه. فلا اعطيهم من الزكاه بل من النفقه الواجبه. وكذلك الابن وابن الابن والحفيد وهكذا وان نزل. متى؟ بشرط ان يكون واجب علي النفقه عليهم، بمعنى إن أبي موجود وفقير يجب علي النفقة عليه فلا أعطيه من الزكاة، لا أعطيه من زكاتي، بل أعطيه نفقة واجبة، لأني لو أعطيته من زكاتي أصبح أهرب من النفقة الواجبة التي علي. طيب وجدي موجود فقير لكن أبي موجود أيضا، إذا نفقة جدي ليست علي، على والدي. لكن أبي غير موجود وجدي موجود وفقير ومحتاج ولا يوجد من ينفق عليه غيري، لا أعطيه من الزكاة. إذن متى لا أعطي الزكاة لواحد من الأصول أو الفروع؟ إذا كانت النفقة عليه واجبة. واجبة. وكذلك الزوج لا يعطي زكاته لزوجته مثلا يعني. طيب الزوجة نعم ولها أجرين، أجر الزكاة وأجر أنها يعني لزوجها. يعني هي تجوز لها أنها تعطي الزكاة لزوجها؟ هل يجوز أن الزوجة تعطي؟ نعم هذا حصل مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن أن تدخل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة يستطلع الأمر. من؟ فقالت زينب، فما سؤالك؟ ما حاجتك؟ قالت هل يمكن أن أعطي لزوجي لأنه فقير من الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما رجع إليه، أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولها أجر، نعم ولها أجر، يعني تأخذ أجر الزكاة وأجر أيضا أنها برت بزوجها وكانت وفية معه. طيب فالأخ مع أخوه إذا لم تكن متكفل بالنفقة على أخيك أو أختك يجوز أن تعطيه من الزكاة، لكن أكرر للمرة معرفش كام إن لازم يكون بيننا تكافل، وما اضطرش أخوي أن أنا أوصله لأنه محتاج الزكاة وأنا عندي. المفروض يكون بيننا تكافل، لكن لو حصل وأنا لم أتكافل مع أخي ولم يبقى إلا الزكاة فيجوز أن أعطيه طالما أني غير واجب علي النفقة عليه. سؤال رحمة برضو بتقول قروض البنوك النسبة بتاعتها هل فيها نسبة حرام؟ طيب بالنسبة لقروض البنوك، القرض اللي هو لي مبلغ محدد مسبقا، يعني أنا أقرضك مثلا 100 جنيه بشرط الآن من أنا أشترط عليك ترجعهم لي 110، يبقى كده هذا القرض بهذه الطريق بهذه الصورة محرم. لكن أنا أقرضك 100 وهترجع لي 100، وإنت لما ربنا وسع عليك اديتني 100 دول اديتهم لي 120، ففي هذه الحالة يجوز. لماذا؟ لأني لم أشترط عليك، لم أستغل حاجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض بكرا، وهو نوع من أنواع الجمال، سن معين للجمل يقال عنه بكر، وهو سن صغير في الجمل. فلما جاءت إبل الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي القائم على أمر الصدقة أعطيه منها بكرا ليسدد القرض اللي عليه. فقال الرجل لم أجد إلا خيارا رباعيا، يعني سن أعلى وبالتالي قيمته أعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن أحسنكم دينا أحسنكم قضاء أو وفاء. طيب وفي هذه الحالة بقى بالنسبة للأخت، احنا كده بينا الحلال من الحرام في المسألة ديت. فبالنسبة للأخت احنا بنقول لها إذا أنت ستجدي من يقرضك بلا فائدة اللي هو في الإسلام اسمه القرض الحسن، فهذا هو الصواب وهذا هو الأفضل، إن أنت تتجهي للقرض بدون فائدة. لماذا قرض حسن؟ لأن هذا مشروع التكافل بين المسلمين. إذا كنا بنتكلم عن الصدقة والزكاة فما تعاون، يعني فما بالنا بالقرض اللي هو هيرجع، هذا من التعاون على البر والتقوى. طيب وإذا لم تجدي وليكي حاجة ضرورية مضطرة، إن لم تفعليها يعني يلحق بك الضرر، هذا معنى الضرورة عند الفقهاء،
ان الانسان ان لم يفعل هذا الشيء لحقه الضرر، فعندئذ لدفع الضرر عن النفس الانسان يلجا الى هذا مضطرا، والا الاصل الا يلجا اليه، والله تعالى اعلم. معانا الاء. طيب. عذرا فضيله الشيخ. عليكم السلام. لو سمحتي انا بشكر حضرتك اولا على استضافه الدكتور ايمن، وكنت عندي شكرا سؤال. شكرا لك يا حبيبتي، اتفضلي. هل مال الكسر عليه زكاه؟ وهل مال الكسر دوت لو اتحول الى عقار والعقار تم ايجار؟ هل ايه؟ مال القاصر. مال القاصر هل مال القاصر عليه زكاة؟ نعم. وهل لو المال دوت تتحول منه جزء عقار، هل بدفع على العقار نفسه ثمنه ولا على الإيجار بتاعه؟ تمام. الأجرة اللي هي بتطلعها. تمام. معانا ياسمين. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مطلع حضرتكم، أنا بس كنت عايزة يعني ليا سؤالين. علي صوتك شوية بس. أسأل عن الصبر في الابتلاءات، دي حاجة. عايزة أسأل عن الصبر في الابتلاءات حضرتك. يعني أنا حضرتك حاسة بالذنب جدا، يعني عندي إحساس بالذنب. أنا كنت سايقة العربية من حوالي 3 سنين وعملت حادثة، ووالدي ووالدتي وأخويا الصغير توفوا، وأنا طلعت من الحادثة دي رجلي مقطوعة. أنا مش عايزة أقول لك قد إيه الإحساس بالذنب. أنا إحساس بالذنب هيموتني قد ايه، مش قادره اقول لك. بابا ما بنامش من كتر ما بحلم بيهم، ما بنامش من كتر ما هم بشوفهم دايما قدامي. دايما بدعي، دايما بصلي، دايما بحاول ان انا اعمل اي حاجه، بس خلاص تعب نفسيتي من جوه، تعبت ما بقتش قادره. مش حضرتك غير مخطئه في الحادثه ديت؟ لا انا غير مخطئه، لا انا الحادثه غصب عني. طب وهل سالتي دار الافتاء المصريه هل عليكي شيء قبل كده، ولا ما سالتيش اول مره تسالي؟ لا انا اول مره اسال حضرتك، بس انا ما بنامش حبيبتي. انا ما بنامش والله العظيم، ربنا وحده يعني. انا مش مخطئه وفي الحادثه دي بس، وانا كمان خرجت ان انا رجلي مقطوعه كمان، بس والله انا مش على نفسي. انا حاسه ان انا نفسيتي تعبت، مش قادره والله العظيم. تسالي بقى عن ايه بالظبط؟ الصبر في الابتلاء. انا باخد معاش عن والدي 1200 جنيه. عايزه جهاز تعويضي، جهاز التعويضي بتاعي ب 12000 جنيه. في حد هيجيبهولي وهياخد مني 20000 جنيه، يعني هياخد يعني هو ب 12000 8000 جنيه. هو ب 12 وهيجيبهولك وهياخد منك 20000. هياخده كل شهر. قسط هياخد مني 1000 جنيه كل شهر. فده حلال ولا حرام؟ لان انا حاسه ان المبلغ اللي على الجهاز عالي قوي، فممكن يكون فيه ربا. فانا بس عايزه اسال ينفع ولا ما ينفعش، علما بان انا يعني هو انا بقى ليا المعاش ده، وانا قاعده مع اختي من ساعه الحادثه دي، انا قاعده مع اختي المتزوجه. ماشي يا ياسمين، هنرد عليكي حبيبتي، والبقاء لله، ربنا يا رب يصبرك. معانا اسماء. اسماء الو. شكرا اسماء، شكرا حبيبتي. عاود الاتصال بينا مره تانية. الحامل بقى اللي هي في التوأم، اللي هي الاء. هل مال القاصر؟ طيب لا، في الاول خالص في حامل في الشهر الثالث وبتسال هل في زكاه فطر على الحمل في بطنها. عفوا فضيله الشيخ، رجعت لنا اسماء تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي سؤال بره موضوع الحلقه خالص. اتفضلي حبيبتي، سامعينك. وانا كان عندي ايام في رمضان اللي فات ما فطرت فيها، يعني ما صمتهاش لغاية دلوقتي. ما السبب؟ سببها عذر شرعي ولا عذر آخر؟ لا، ما السبب؟ أيوة، أنك لم تقضي خلال السنة. ما أنا إيه سببها يعني إن هي ما صمتهمش؟ هل تهاون يعني أنت قصرتي، ولا كنت مريضة طول السنة دي مثلا، أو معذورة طول السنة؟ لا صراحة تهاون. تهاون. يا الله. تمام. عايزة يعني تعرفي الحل إيه؟ تمام ماشي. أيوه. ماشي حبيبتي. تابع الإجابة. نرجع لأول سؤال خالص. طيب للحامل. بالنسبة للمرأة الحامل اللي قالت هلأ عندها توأم في الشهر الثالث، هل عليهم زكاة فطر؟ فبصفة عامة كل جنين في بطن أمه لم يولد إلى نهاية شهر رمضان، حتى غربت شمس آخر يوم من رمضان ولم يولد، فلا يجب عليه زكاة الفطر، لا يجب عليه. وإنما يستحب الإخراج عن الجنين في بطن الأم تفاؤلا بولادته، هذا طبعا إذا كان تم له 4 أشهر، يعني نفخت فيه الروح، فتفاؤلا بسلامته من باب الاستحباب وليس الوجوب،
لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في رحم الأم ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. طيب، وعندها عملية وهي حامل، فطبعا أسأل الله أن يشفيها ويعافيها وربنا يقومها بالسلامة بالسلامة يا رب. الإسلام رخص لها إن هي تفطر، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأرجو من حضرتك ألا تشقي على نفسك، والشرع رخص لك أن تفطري وتقضي أياما أخرى مكان أي يوم أفطرتيه، ولا شيء عليك غير القضاء. طيب، معنا آلاء اللي هي بتسأل هل زكاة مال القاصرين. مال القاصرين طبعا عليه زكاة، مال القاصرين عليه زكاة، إمتى؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن الإسلام حث ولي القاصرين أن يتجر في مالهم ولا يأكله الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده مال يتيم فليتجر فيه ولا يتركه تأكله الصدقة. طيب، وهي وضعته في عقار، فإذا كان المقصود بالعقار دوت اللي هو أنا خزنت فلوسي في عقار، فكل العقارات التي ليست للتجارة ليس عليها زكاة. يعني الشقة اللي أنا أسكن فيها ليس علي فيها زكاة. طيب، عندي شقة واشتريت شقة لابني، ليس علي ولا على ابني فيها زكاة. طيب، عندي شقة واشتريت شقة أخرى ادخرتها للزمن ادخارا، فالعقار الأصل فيه أنه ليس فيه زكاة إلا إذا قصد بنية الشراء والبيع فيه الاتجار. فعندئذ يكون عروض تجارة، وعروض التجارة الزكاة فيها ربع العشر 2.5%، بعد بلوغ السنة. وهذه فرصة أني أحث كل التجار، كل إنسان عنده تجارة كانت كبيرة أو صغيرة، أن يعمل له يوم جرد سنوي، يوم جرد أول رمضان، نص رمضان، في شعبان، في أي شهر، يوم جرد سنوي بعد مرور سنة على هذه التجارة، أجرد وأعرف ماذا عندي، والسلع الموجودة تقيم بقيمة هذا اليوم، لأني ممكن اشتريتها قبل اليوم بسعر رخيص أو يمكن بسعر غالي، الله أعلم، وممكن أبيعها بعد ذلك بسعر غالي أو رخيص. المهم في يوم التقييم أنظر ماذا عندي وأخرج زكاة هذه التجارة. نجاوب على سؤال، معلش ياسمين عذرا عشان بس وقت الحلقة، بنحاول إن احنا نجمع أكتر وقت لإجابة الأسئلة. طيب، نصف دقيقة بس. اللي عنده مال ويؤدي زكاته سيبارك الله فيه، اللي عنده تجارة يؤدي زكاتها عشان تحل البركة فيها. ياسمين بتقول إن هي جهاز بتاعها ب 12,000 وحد قال لها إن هجيبه لها ب 20,000 وهتدفع كل شهر 1,000. ده احنا جاوبنا على سؤال شبيه لي سابق وقلنا بنحث التجار والناس أصحاب الأموال ألا يستغلوا حاجة الناس. لكن إذا لا يوجد حل إلا هذا الحل، فيشترط أن اللي هيبيع لك الجهاز ده قبل ما يبيعه لك يكون ملكه هو، ما يكونش الجهاز عند حد تاني وهو رايح يبيعه على ورق كده صوري، لا. فإذا ملكه يمكن أن يبيعه بالتقسيط بأي ثمن كان، مع عدم استغلال حاجة الفقراء. وسؤال أسماء بتقول أيام أسماء، معلش، هنا اللي هي حصل لها حادثة وكده وبترت رجلها، لابد من مراجعة دار الإفتاء المصرية ورقمهم 107، رقم دار الإفتاء المصرية. لماذا؟ لأن هيترتب عليك صيام كفارة عن القتل الخطأ، هذا اسمه قتل خطأ. لا تخافي، هذا بقدر الله، واطمئني وإن شاء الله لن يؤاخذك الله طالما أنت غير مخطئ. سؤال بقى سريعا عشان السؤال ده مهم جدا وأغلبنا بيسألوا، أيام هي فطرتها في رمضان تهونت في النية تصومها بعد كده. طيب، فأولا يجب عليها القضاء لأنه متعلق في ذمتها، يعني أنا تركت صلاة الظهر، ما زالت صلاة الظهر معلقة في ذمتي، أخذت منك 1,000 جنيه، علي 1,000 جنيه لك، عليها القضاء. لكن هل يجب الكفارة أيضا لأنها تهاونت لمدة سنة؟ خلاف بين العلماء، اللي هو إطعام مسكين. الشيخ أيمن سامي، حضرتك نورتنا النهاردة، وقت الحلقة طبعا الموضوع كبير ووقت الحلقة ما كفاش لحضرتك، ربنا يكرم حياتك يا رب، وشكرا جزيلا لوجود حضرتك. أنا شاكر ليكم. ربنا يكرم حياتك. ومسك الختام بسنة المصطفى: تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، افتح قلبك لينا ليدخل نور سنة نبينا، جرب تعيش على هدى الحبيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.